جيت سعيد بهذا التكريم هذا وكنتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن ظن الجمهور المغربي ونكون يعني كنستاهل التكريم هذا. شكرا لكم، شكرا لكم على التغطيه، وهذا بالنسبه لي تشريف وتكليف، وخاصني ان شاء الله نزيد نقدم الافضل باش نكون عند مستوى حد الجمهور المغربي. شكرا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.